يمكن انا كان في صور لياسر ابراهيم هجيبها تحديدا دلوقتي. عايزين نقف عنده، لان ده جزء من التحضير النفسي الكامل للفريق. وانا بشوف ان ياسر ابراهيم دي مباراه للتاريخ. ليه؟ لان احيانا يا كابتن شوبير بيبقى في لاعب بيجيد في بعض الدقائق، عنده بعض الاخطاء، انما ياسر ابراهيم في المباراه دي كل زمن المباراه هو بيقول ان هو في حالته، هو بيقول ان هو جاهز، هو بيقول ان هو في حالته الذهنيه قبل حالته الفنيه. انا ما اعرفش الصور جاهزه ولا لا، لان احنا هنقدر نربط بيها بازاي لاعب في دقيقتين فقط ورا بعض بيعرفك يعني ايه انا لاعب ذهنيا وعلى مستوى الروح وعلى مستوى الحماس وعلى مستوى الاصرار جاهز في المباراه. ياسر ابراهيم في الدقيقه 65 كوره بتتلعب كي باص خطير جدا، دي اللقطه اللي بعدها. الكوره اللي بتتلعب ياسر ابراهيم بيعمل تاكلينج، بيقطع الكوره، بيوقف مسار الهجمه في الدقيقه 65 بشكل عبقري جدا، وبيوقف هجمه. الكوره لو عدت الكوره جون طبعا. طيب هنيجي بعدها بدقيقتين، اللاعب ازاي عايش تفاصيل الماتش؟ كره رايحه هو بنتايك بيتدخلوا فيها، فياسر ابراهيم علامه الرد فعله والتعبير ده هو ده اللي بيلخص القصه، بيلتحم وبيصر ان الكوره تطلع ضربه مرمى مش ركنيه. وبعد كده بيدي الانفعال ده، عيش معايا الشكل اللي انت شايفه. ده لاعب حاضر في المباراه ذهنيا وبدنيا ونفسيا، وبيرد على تصريح قاله قبل بعد المباراه ان ازاي هو كان زعلان من الكلام اللي اتقال وتاثر ابنه بيه. فده راجل عايش المباراه. وياسر ابراهيم هو رجل مباريات كبيره، سواء الهلال السعودي او الهلال السوداني برضه في المدرمان ومباراه الوداد. ياسر ابراهيم من اللعيبه اللي وهم معاك بالقلب والروح دي في ماتش زي ده ما تخسرش. طيب